أنا اسمي جوزيفين أبو خليل. تعاملت مع أوبر لأنه سمعت عنها كثير. شركة محترمة ومرتبة وتعطيك وقتك، تعطيك حقك. هيدي أهم شيء. بقى حبيت أتعامل معها لأنه أنا لي 22 سنة بهالمصلحة ما تعاملت مع ولا مكتب. ركاب لما بيطلعوا كثير ردة فعلهم حلوة وعم بينبسطوا على الجهتين، صاروا عم بينبسطوا بأوبر وبجوزيفين. أكيد مش أنا وحدة، مع كل الستات اللي بدهم يشتغلوا كمان معنا بإذن الله. شاو.